معكم باسم غزلان جاعة، مديرة التنسيقية الجهوية المتضرر برنامج فرصة. هذا البرنامج يعني اللي دارته الوزارة اللي داروا سيدنا باش نستافدوا من تمويلات تخول من أننا نديروا مقاولات صغرى. دخلنا كنا من المترشحين لهذا البرنامج ووصلنا للمراحل النهائية، ووصلنا تأكدنا أننا وصلنا للمرحلة النهائية اللي هي مرحلة التمويل. إذا به كنتفاجئوا في شهر يعني 12 المنصرم من سنة 2023 بأننا غير موجودين في اللوائح، يعني في 24 ساعة تم حذف الأسامي ديالنا. من اللي استفسرنا لم نجد يعني إجابات مقنعة. عدا وقفات احتجاجية استمرت لقرابة تقريبا شهر بين بتنسيق يعني مع التنسيقيات الجهوية الأخرى تحت لواء التنسيقية الوطنية. تلاقينا مع المديرة المباشرة لبرنامج فرصة السيدة أبينا القباج اللي كتفاجئنا بقرار أحادي الجانب وباعتراف بعدا بأنه كاين 1700 متضرر اللي فعلا وصلوا لمرحلة التمويل. فتمت الإحالة ديالنا على برنامج انطلاقة. هذا كان يعني واحد الخطوة لما ما كانتش مدروسة بتاتا، لأن احنا ترشحنا لبرنامج فرصة، دوزنا التكوين برنامج فرصة، دخلنا في الصيغة القانونية لبرنامج فرصة، درنا عقود كراء لبرنامج فرصة وليس لبرنامج آخر. وبالتالي نحن كتنسيقية ويعني العدد ديالنا يقارب 80 فردا نرفض رفضا باتا ما جاءت به وزارة السياحة من اقتراح على أساس أننا نتحول لبرنامج انطلاقة، خاصة وأن انطلاقة له ما له من شروط وعليه ما عليه من نتائج، منها الربا ومنها أن حتى ملفاتنا مازال غيكونوا في لجنة ديال الفينونسمون، وحنا هاد المراحل استوفيناها كلها، فلا داعي أننا نبداو عاوتاني فواحد الأمل من أول وجديد على النقطة اللي غنوصلوا لها ألا وهي نقطة الصفر. غادي نقول كرسالتنا كتنسيقية جهوية أننا نطالب السيد الوالي بالتدخل لإنصافنا، نطالب السيد المندوب أيضا بالتدخل لصالحنا، نطالب جلالة الملك اللي هو اللي أشرف على هذا الشيء وهو اللي شجعنا وهو اللي أعطانا هذه المقاولات الصغرى كبدايات للشباب. نتمنى أن نلقاو أذان صاغية وتحل ملفنا اللي عندنا مطلب واحد وأوحد ألا وهو التمويل.